امرأة تقول متى يكون برد الأسنان جائزا ومتى يكون حراما؟ البرد ما يجوز إلا إذا كان في الأسنان عيب، بعضها طويل وبعضها قصير ويتضرر من ذلك، تبرد الطويل حتى يتساوى مع القصير. وأما إذا كانت الأسنان سليمة فلا يجوز بردها لأجل الحسن كما تفعل بعض النساء، هذه المتفلجات للحسن وهن ملعونات، نص الحديث متفلجات للحسن، أما المتفلجات للعلاج لا بأس بذلك. نعم.